راديو 6 اف ام. نشكر راديو 6 اللي تفاعلت معنا في القضية نتاعنا، واللي هي قضية أغلب الشباب وأغلب الشركات اليوم اللي قاعدة معناها تنتهك في حقوق المتربسين وحقوق العمال. هات نبدأ ونفهم الحكاية من الأول كيفاش بدأت. أنت من واقعك أنت أو من حالتك أنت الخاصة، كيفاش بدأت حكايتك مع الشركة هذية اليوم اللي نتحدث عليها هي، ومن بعد نذكر اسمها شنية الشركة هذية. حبيت نحكي على الموضوع متاعي. هو معناها دخلت نخدم عن طريق مكتب التشغيل بتبربة، معناها في الشركة هذية اللي هي إيطالية ومديرة متاعها تونسية. دخلت نخدم على أساس استاجير، وقت اللي العمر متاعي ما يخوليش باش نكون استاجير، بحكم الظروف الاجتماعية قبلت وتخلت نخدم على روحي. هي اليوم أنيس معظم الشركات معناها الخاصة اللي يدخل شباب في شتى تقريبا المجالات تتم تدخل. هو حتى احنا في مجالنا مجال الإعلامي ما معناها يلزمك تدخل تعمل استاج متاع شهر شهرين وبعد يتم انتدابك، إذا أنت خدمتك سبا يتم انتدابك، وإلا لا يقولوا لك سامحنا البرة. معناها هذه الشركات الخاصة تقريبا واللي ولات معناها عادي عندنا، احنا ما نحطوهاش في خانة الانتهاكات ولا خانة هاو ما يحبوش يخدمون. هذايا صحيح، هذايا عادي كي باش تعمل استاج وتدخل. مي الخطير في الحكاية انه كي تدخل تلقى معناها انتهاكات كبيرة على غرار التشغيل لمدة 12 ساعة، واللي هو يولي حق مكتسب، وذاك علاش تم طردي انا ديجا عندي محضر معاينه، واللي معناها السياسه هذه قاعدين يتعاملوا بها حتى اللحظه هذيا بورتون اللي نبهنا منها معناها حتى الاعلى السلطات. هذيا واحد. اثنين، تلاعب عقود تشغيل. معناها كي تجي تشوف اليوم معناها في عقود تشغيل تلقى معناها السالير نتاعك نوع، وتلقى معناها في الواقع تخلص نوع اخر. معناها واصلا معناها فما ضبابيه في الاخلاص. معناها تجي تشوف تخدم 12 ساعه بريسك نفس السالير، هذا اللي يولي معناها مش عارف. انت انيش قلت لي انه عن طريق مكتب الشغل، مكتب التشغيل او مكتب الشغل. اليوم نتحدثوا على انه كيفاش تنجم تتورط مكاتب الشغل في هالشركات الوهمية، أو في معناها أنه تنتهك حق الشاب أو طالب الشغل واللي هم ملحاملي الشهادات العليا، كيفاش نجم تدخل ضمن اللعبة هذه، لعبة الانتهاكات اللي طال طالبي الشغل. انا باش نحكي على الوضعيه اللي صارت لنا نحنا، باش نحكي كيفاش انا بيرو الشغل معناها نجيو نلقاوه معناها مرض في الحكايه هذه. وقت اللي انت تطرد على 12 ساعه وتهزلو محضر معاينه وتطلب تقرير متربص ما يعطيهولك بشق الانفس وملول يقول لك ليها، وقت اللي انت تخرج بالقوه العامه وتمشي له باش يحميك، معناها هو اللي معناها يقول لك ليها ما عندك حتى حق وبرا ما عندك وين تمشي. وقت اللي انت معناها تجي معناها تتكلم على هذا يقول لك ما عندك حتى حق، ووقت اللي انت معناها تجي في محضر جلسه رسمي في وزاره الشؤون الاجتماعيه يقول اللي المتربصين ما عندهمش غرامات وهذا مخالف للواقع لانه مش هو بير الشغل يحدد الغرامات، هذا اللي يولي خطير في الحكايه. ولانه معناها تجي تشوف اليوم الاستاجيرات علاش هما يعملوا شركه وهميه، يجي يعمل لك شركه وهميه باش يخرج لك الخدامه القدم ويدخلك استاجيرات. استاجيرات الدولة هي معناها اللي تصرف، معناها هي اللي تصرف، معناها تعطيهم ال تعطي ديزانديمنيتي معناها كسوسوا معناها في السي ان اس اس كسوسوا ديزانديمنيتي معناها عندنا قانون تشغيل معناها ديجا فيه معناها ديزانديمنيتي معناها للمستثمرين، لهنا يولي ما عادش استثمار، يولي لهنا استنزاف الموارد الدولة، وهذا اللي صار لهنا معناها.